في نسمع توندونس اليوم باش نحكيو على حاجه بنينه ياسر 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 فوالا باش نحكيو على الحلويات والتوندونس نتاع الحلويات 2018 2019 مع نجله المشري. مرحبا بك نجله. شنحوي لك نحب نذكر انه نجله صاحبه الباج كوجينا وحكايات، دونك تدخلوا على الباج هذه تلقاو برشا كوجينا وبرشا حكايات هكا ولا. دونك نجله هات خلينا نحكيو على البسكويت، على الحروف، على الأرقام، على التوندونس. التوندونس اللي عنا بالنسبة للناس العاديين اللي هما نجم نقولوا دي كوغمون أو اخترنا لهم جاتو ولا تخت شيف خيلاتر، هذه التوندونس 2018 ضربة على الأخر على جروب على باج دو كويزين على الناس اللي تحب يعني تعمل حاجة مزيانة وسهلة ومحليه منظرها، معناها كيف تخزر لها هكا ماذا بيك تقرمشها تشاهي على الاخر وميم طون سهله. بون احنا ديما نحبوا نعطيو حاجات للعباد اللي ماهمش سوا ديزون، مثلا انا جو سوي با ما نعميش عامله باتيسخي، معناها حكايه تغرم العبد مغروم يعمل حاجه في انيفرسير ماماتو، في انيفرسير بو، في انيفرسير اي جوستومون في انيفرسير ولدو اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك سا كونسيست ا كوا الجاتو او تارت شيفر، فما دو روسيت، فما اللي تتعمل بالجينواز وفما اللي تتعمل بالبات سابلي. انا باش نركز على البات سابلي خاطر سي بلو كروستيانت هكا ومحليها تقرمش ونتصور اللي صغار يحبوها اكثر من الجينواز. دونك العباد الكل تعرف تعمل البات سابلي، للي ما يعرفش ديما عندنا باغ اكزومبل 400 غرام دو فارين عليها 200 غرام دو سكر غلاس، معناها 400 غرام فارينه ديما عليها بلوتو ديما عليها شطر الكونتيتي هذيك زبده 200 غرام دو بوغ وعليها 150 غرام سكر محاور وثلاثة فصوص عظم. نخدموا الفارينة والزبدة سابلي، ناس كل تعرف كيفاه، ومن بعد نزيدوا العظم ونبداو نلموا. فما ناس تجي تقول لك البات سابلي راهي جاتني مشققة باغ اكزومبل ولا تتفتفت لي. لاستوس باش ما تتفتفتش وما تتكسرش هي انك جوست تلم تحطها في بابي سيلوفان وتبيتها ماذا بيك في الفريجيدير. لو لوندومان شنو تعمل؟ باش تعمل التاخت شيفر او ليتر، مثلا انت ولدك شو اسمه؟ بنتي إيناس. إيناس فوالا. دونك حاجتك بلا لتر إيناس باش تعمل لتر إي تقص في بابي كارتون في حاجة معناها كاغذ قوي، مش لازم نتفلسفوا ياسر، ورقة كونسون ولا بابي كريبون، تقص أني على قد الطبق نتاعك اللي باش تدخله من بعد للفور. والاي هذيك تحط تحل السابلي على ورقه الكويسون بابي كويسون، الناس الكل تعرفوا تحل البات سابلي رهيفه. سامحني نجله احنا اومام تو هكا قاعدين نعديو لكم في الغوسيت. انا نحكي للعباد اللي تحب تاخذ الغوسيت تاخذها هكا موجوده. اكزاكتومون. دونك نحلوا البابي سابلي البات سابلي هذيك رهيفه وناخذوا لا لتر اي اللي قصيناها نحطوها فوق البات سابلي ونقصوها بالسكينه وندخلوها للفور، نعملوها دو فوا ايناس، معناها اون في لا لتر اي باغ اكزومبل نتاع بنوتك ربي يفضلها دو فوا. بعد ما طيبناها من 10 ل 12 دقيقه نخرجوها ونخليوها تبرد. وشنو حاشتنا توا؟ حاشتنا بان كريم. الكريم ساهي ياسر، نعملوا كريم شانتي اللي هي ديما كيس بودر شانتي وكيس غير صباع، جو دي بيان غير صباع باش تدينا كونسيستونت، حليب بارد نطلعوهم بالباتور الكتريك، يلزم باتور الكتريك تطلع. بعد ناخذوا الماسكاربوني، الناس الكل تعرفوا الماسكاربوني هذاك، ناخذوه ونخلطوه بكاس سكر غلاس ونطلعوه زاد. وبعد عندي لي دو كريم نخلطهم بالسياسه، نحاول باش نخلطهم بالسياسه، وناخذ البوش نتاعي بوش باتيسخي نعبيها ونحطها في الفريجيدير تشد روحها. وناخذ هكا ليتر اي بعد ما بردت ونبدا نعبي بالبوش، نعبي لا سيرفاس كلها او كظاهره كيما في التيلي، تعبي السيرفاس الكل. بعد تاخذ لا دوزيام ليتر اي نتاع بنوتك تحطها، وكيف ما راهو في التلفزه تحط تعاود تعبي بالبوش هيك الكريم هذيك. وبعد انت تفنن، تنجم تحط بنتك بجنبك وتتفنن بنوتك شنو تحب، تحب لي فريز تحط لي فريز، تحب الاناناس تحط الاناناس، تحط مثلا لي ميرانغ، تحط لي ماكارون لي بتي ماكارون. واحلى حاجه هي فيها هذيا تيلمو الي بيلا الحق، كي تخزر لها هكا تحب تاكلها. تاخذ لي فلور ارتيفيسيال
هذوكم اي لون تحبوا مثلا بنوتك مغرومه بالروز مغرومه بنعشه بينك اي صحيت لك اي بينك دونك تاخذ لها لي فلوغ ارتيفيسييل التيج نتاعها ايناس ملوطه حاول وتغرسهم لها هكا ان بوكي في الاكستريميتي نتاع الايد دروات او دو غوش وسا سرا ان تري بو غاتو ان بو تابلو ان بو تابلو جوستومون وخاصه كي تشيكوا مع بعض نجم تعملوا محليه محليه بالحق لي شيفر ايناس اذا بنتك مثلا عمرها 8 نجم تعمل لي اي افيك ان 8 اذا تحب تحط 8 اذا ماماتك مثلا ما نعرفش انا ماماتك باباتك او قاعد تحب تاخذ لاليتر نتاع اسمه واسم امك مثلا في مقياج ام كوبوك شو عليها معناها لاليتر نتاع اسم امك بالحق وليتر بالحق سي تري جولي وحاجه مزيانه وغافينيه هكا فوالا جوسكو سا كوت با شير على خاطر الحاجات هذوما لا جمله جمله الغلم جمله باش تستحق كونتيتي كبيره معناها جوست مش تزين فوالا دونك فوالا لازمنا نحفظ الوسيط انت لا قلت الناس الكل تعرف الباتسا انا ما نعرفش ما نجم نعاودها لك فما حتى مشكل ديما عندك 400 غرام دو فارين معناتها قد ما عندك فارينه قد ما عندك نصفها زبده دونك 400 غرام دو فارين 200 غرام دو بور وثلاثة فصوص عظام صفر وباكو فاني وكاهو تعملها سابلي وبعد تلمها ما تعجنهاش لازمك تلمها وتبيتها في السيلوفان في الفريجيدير يوم غدوه تيت عليها وتخدم على روحك برشا ونجله الكرياسيون هذه تو التوندونس هذه نتاع لي شيفر لي لتر معناها كيفاش ظهرت علاش ظهرت توا نتصورها من قبل موجوده انهم يستعملوا هي يمكن كانوا يستعملوها اما ماهيش توندونس ماهيش دارجه برشا توا تيلمون العالم ولا صغير وتيلمون العباد الكل اللي تبرونشي ما شاء الله عليهم والعباد الكل تغربت الكويزين كانت قبل باش تشري جاتو وتبدا تلوج من هنا باتيسري باش نشري قبل في راس العالم والله بالحق معناها توا تبارك الله انت تدخل على جوجل تدخل على اليوتيوب تلقى شيء يهبل معناها وهذه كيما مثلا الكيك ديسباسيتو ما نعرفش اسكو سمعت بيه ولا لا هذا قلب الدنيا قلب لي ريزو سوسيو معناها ديسباسيتو اللي هي غنيه ان جاتو بريزيليان اسمه ديسباسيتو اما هذه اكثر السكسي نتاع شيف خيلات لو جاتو هو اكثر حاجه ضاربه معناها خاطر نتصورها شفتها تمشي في الجنوال اي 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 نتاع مغير ابو تعرف لكن نتاع ما نعرفش انا عرست لو 5 تعمل ان 5 تعمل معناها تتفنن بالحق حق تتفنن اون بلوس المنظر نتاعها ياسر مزيان كي تزين هكا بالبوش ويخرج لك هكا فينو ومزيان وبنين وتوا نجله هذه مثلا للناس اللي تعمل في الدايت تعمل في الريجيم ولا الناس اللي مصابه هذيك قلنا من الاول الناس نتاع ناس تحب تشيخ هو ولا ما حاجه حتى تعمل في الدايت راهو تنجم تاكل تنجمش تحرم روحك تاخذ امتي مخصو صغير الناس اللي برونشي توا دايت وهيلثي 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 عندنا حويجه اخرى اليوم عندنا لا غرانولا حتى انا قلت نجله متفلت الغرانولا اي الغرانولا هي اللي توا توندونس مش نورمال بالنسبه لي غرانولا هدي تبع راه زبر اي اي غرانولا هي نعرفوها هي حاجه جديده يعني غصات جديده عمرك ما هي ايش نقول لك ماهيش جديده جديده يمكن طوى ولا عليها ياسر ياسر معناها اي على خاطر العباد الكل ولات ما شاء الله عليها معناها اللي تقول لك نحب نولي زبلت وتقول لك نحب نضعف تقول لك نحب ناكل صحي تقول لك دونك العباد الكل ولات تاكل في لافوان ما عرفش اسكو تعرف ولا لا لافوان اللي هو الشوفان شوفان اللي هو بدير جتنا انا كيف عملت مره هكا باغ كيوريوزيتي شنو هو هالشوفان هالشوفان لقيته القصيبه ايناس القصيبه اللي هي برشا فلاحه يعرفوها في تونس انا ما كيفاش تحولت القصيبه لحقيقه الشوفان هذيك اندستري اخرى مش نعرفها اما اي الشوفان عزيزتي توا الناس الكل الطيب به الناس الكل تعمل فيه في كل شيء الزوب يعملوا فيه في الكوكيز يعملوا فيه في الخبز يعملوا فيه في كل شيء اليوم جبنا حاجه بنينه ياسر اللي تنجم تاكل منها حتى تشبع اللي هي الجرانولا الجرانولا هذه تتباع حاضره والحقيقه غاليه شويه واحنا في تونس اليوم ادخل لي لي غراند سيرفاس وشوف توسكي هيلثي وصحي ودرا شنو سوي ماني وانت تنجم تعملوا وحدك ماني سهله برشا الحكايه تاخذ زوز كيسان شوفان اللي هما لافوان اي قايد ناس صح وتاخذ كاس نواد كوكو جوز الهند مبشور قايد صحيتك يا ناس وتاخذ كيس جلجلان ماذا بيك ابيض باسكو يتحمص يولي امور هانيه
وتاخذ نص كاس زريعة كتان. تحصل برشا زريعة الكتان. اي اللي قاعدين نقولوا فيه الكل هيلثي ايناس. صحي ورجيم ومضاد لكل شيء معناها. معناها للصغار الكبار تحفون على الله. يولي حتى الجرانولا فيها. جوستومون كيس جوز الهند مطحون وكيس جلجلين مغرفة. قرفة. قرفة صحيتك خاطر تعمل ياسر فاوحة. نص مغرفة ملح. ونص كيس زريعة كتان. ربع كيس هذية إضافتي أنا. هذية لاستوس التاتش نتاعي صحيتك نورمالمون ما نقولش عليها مش نقول عليها بون هذايا الخروب نتاعنا العباد الكل تعرفوا تشيحوا وبعد ترحيه يجيك بودر ياسر بنينه انا البودر هذه كنعمل بها الكيك ونعمل بها ونشريوها نلقاوها تشريه الخروب تلقاه ليه عمل وحدك اعمل وحدك هزوا الطاحونه وطحنوا الخروب هو اللي الخروب الخروب القرن الشايح فوالا القرن الشايح هذاك باهي برشا يقولوا للمعده وللكرش شلتوا المعده انتم يظهر لك قبيله كنتم تحكيوا على الدكتور على الخروب خي زيفيكاس نجم تشربوا انفيجون نجم تخلطوا بون دونك عندك الخروب هذيك لاستوس نتاعي الاضافه تاتش الزبدة. وعندك الزبدة هذه كان بعد نقولوا عليها دونك تخلط هذاك الكل تخلطهم هكا وتفرش بابي كويسون في طبق ماذا بيك طبق عريض وبعد ما تحط بابي كويسون تدهنه بالزيت زيتونة بزيت زيتونة وتصب هكا الخليط هذاك نتاعك وزيد يعطي بنة ومن بعد شنو تعمل يا ناس تاخذ كسرونة تحط فيها زبدة هاكا عندنا يقول لك يرجعوا الوصفة انا نحط 100 جرام زبدة مثلا مغرفتين عسل ورشة ملح مغرفتين عسل 100 غرام زبدة ورشة ملح وجلجلين مرحي اللي هي طحينة نقولوا لها طحينة السمسم كما موجودة ويبيعوا فيها مغرفة مليانة والتاتش نتاعي زادة في الصوص اللي باش نخلطوا به الجرانولا هي ربع الخروب ولا ربع الرمان هذا زادة ولا يتباع وصحي ياسر وفي فوائد صحية ربع كيما المعجون اما مربى كونسنتري اكثر وملحي اكثر وقوي معناها هذاك يبدل لك السكر المطعم والصوص هذيك دونك زبده وعسل ورب الخروب والا رب التمر والسكر رو لو سوكر رو اللي هو السكر البني هذاك مغرفتي ايناس هنا انت والحلاوه اذا انت ولادك باش ياكلوا منها طبعا بعد نقول لك اللي هي صالحه حتى للاطفال دونك زيد السكر إذا أنت بركة وريجي مو هيلثي وندرا شنو نقص السكر وتنجم تعوض السكر السكرو برب الرومان وإلا رب التمرة وتحط على النار وتبدا تذوب فيك الزبدة والعسل والرب هذاك والسكرو هو يغلي بما يغلي يولي أون صوص هكا وأنت ماك دخلت حمصت هيك الجلجلان قلنا والشوفان والمكونات الأولانية توا تصبهم في بول ماك حمصتهم ولا لا دو 10-12 مينوت تهبطهم في البول وتصب عليهم الصوص وتبدا تخلط الشيخه تو اللي هي كلها فيتامينات شني الشيخه هي توسكي مكسرات وفواكه جافه شعرنا احنا في تونس ما شاء الله علينا معنا على شفت عندنا الزياده تو الغرانولا سي انترناسيونال راه وكل بلاد تنجم تحط الحاجه اللي خاصه به احنا ما شاء الله نجم نحطوا تمر نجم نحطوا شريحه نتاع كرموس صحيتك صحيه جدا نجم نحطوا زبيب الكحل وزبيب الابيض هذايا في الفواكه الجافة في المكسرات نحطوا لوز إفيلي نحطوا اللوز العادي نحطوا نوا نحطوا اللي تحب اللي تحب تحط حتى ما حتى كاكاوي فالناس سبحان الله يا أخي أوكا حط وشبيك الكاكاوي عندها منافع كبيرة برشا نجم تدللها وغليت وغليت نجم تدللها وتنجم أنت كل قدير وقدر توا زبدة كاكاوية ولا إيه فوالا إي كرمون بالحق كرمون عندها ياسر نعمل هذيك عيط لي نهار اخر بس انا نحكيو على كيستيون توا باش نحطوا الشريحه والا باش نحط برشا مكسرات فيهم برشا كالوريات اذا كان هي بالحق تحب تعمل ريجيم يعني لازمنا نعرفوا قداش نحطوا ظهري لا كونتيتي ما تحطش برشا هما كلهم هذوك من الكل كي تلمهم ما يلزمش يفوتوا 250 غرام ريت لي فروي سيك والاخرين معناها الشريحه والكرمو المشمش الشايح والعوينه ما يفوتوش 250 غرام وتخلط توا الكل مع بعض وتعاود تفرش بابي كويسون في الطبق وتجي الخدمه توا دونك باش تحطها كلها وتحاول تنزل عليها لو ماكس ايناس نجم تاخذ ان بابي كويسون اخر معناها ورقه اخرى من فوق وتبدا تنزل تملس عرفتك اللي تملسها باش تولي رطبه رطبه ومستوية وشادة وتعاود دخلها للفور ماكس نتاعها 15 مينوت وتخرجها
تبردها وتقصها، هي اسمها لي باتوني دو دافوا والا لي باتون دو سيريال، عندها برشا اسامي بنه ومنفعه وللصغار محلاها. وتنجم الناس مغرومه بالجرينو تاعش بلاستي جرينوتي شوكولا ولا تجرينوتي من على الشارع نجم نوريها لك انا راهو عندها هذه هي راهي كيف باش تجي تقصها من بعد اون باتوني صار هكا تطلع فوالا تطلع لك كيما لي سيريال اللي ناكلو فيهم كيما لك بلاست انت شوف انت شنو تنجم تاكل لاولادك صحي بلاست. اما انت سامحني اللوز خليته ما قصيتوش يعني ما رحيتوش خليته كامل خليه كيف ما هو خليه كيف ما هو. هذيك علاش قلت لك كيف تجي باش تقصها دي باتوني باش تلقى ساعات كعبه لوز اللي تقصها ماهيش مستويه دونك اللي يتفتفت لك الكل يولي هكاكا. وطبعا نقول لك كيفاش تاكلوا والاخرين ناس هما لي باغ هذوما هما تنجم تهز وتوريهم لي باغ هزها بيدك هذوما لي باغ رجلين وحطيت انت فيها نوا فيها رجلين فيها نوا فيها لوز فيها فيها زبيب لاكري اهي فوالا ياسر نافعه. وكنت رامي نفحة هذه كنت حب نقول لك على ما نفحة ماهيش عادية بس كنت تعرف خاطر فيها القرفة وفيها النوا وفيها زريعة الكتان أكثر حاجة بيا اللي هو يقطع الشهية معناها للناس اللي يعملوا رجيم فوالا انت صبحتي تاكل منها هذيك مع كيس حليب ولا كعبة ياغورت ناتوريل سي ديجا تخي بيان معناها ريقلت أمورك ما عادش باش تجوع وتحتاج انك تاكل تيغرونوتي وبعد تسمن وتاكل حاجات ماهمش صحي هكا كيف تفتها تنجم تحطها في ياغورت معناها ولا بالحليب تنجم فوالا تصب عليها حليب ونفها على الاخر فوالا هكا هو حاجه ياسر نافعه تنجم سيدين ان دوبي ان بلوتو انت للحق حتى ريحتها هكا اما به واحد يعمل حاجات في الدار خاطر كي نعمل حاجات في الدار اكيد ديما انفع وارفق ونعملهم برشا محبه خاصه وبرشا حب تبدا غارونتي معناها تبدا عامله تبدا عارفه شنو هكذا اللي هي تنجم تزيدها اللي تحب شبكه صغارك تزيدها الجرانولا الشوكولا راهو تمشي مع الناس يعطيك الصحة نجلة مش إن شاء الله نتقابلوا في محطات أخرى إن شاء الله ودوت خوسات أنتم الناس اللي تحبوا فوتوا هكا الخوسات ولا المقادير تنجموا تلقاوهم على الباج متاعنا وتلقاوهم زيد على نسمة عشية ولا يعطيك الصحة نجلة كيف كيف على الباج متاعك كوشينا وحكايات فوالا سي ان جروب فوالا قريب هكا اليوم تجوتيني أنا ويكوتي أمو أنا ستريتو يعطيك صحة نجلة. احنا خلينا نتعدى وتوت سويت الزوم مسلسلات.